أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمهم في الدارين وصفحذا شنبقل يكوبي سديتن هكذا شنبقل يكوبي سديتن قال وحير إمامك أخرج أبو يعلى عن جابر سؤال كما قال وحير قام رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيك كعي ذات يوم على المنبر أيض الفريستي فقال وحير يا أيها الناس إني لم أجمعكم لخبر جاء من السماء وحي سودقي إذنكم يارين فذكر الحديث حديث درب النبي الشجع عليه السلام من فذكر حديث الجساسة جساسة حديث كذي أي النبي الشجع عليه السلام وأنا حديث در وأبو موسى الأشعري مر أي بد الدون لجها ورئتئ الدون لها اللوضي من الجزيرة هاي تجان أي دجال لكل من جساسة دنا وناق تمه هذا حادة أها ay dhulka xabayaan timada jirka ka soo baxa dhulka xabaya timada aad u dheer aha marka waa naag basaasadu ahna dajjal babkan igir aliin adigu xadiis dheer buu aha qaal fa dhakara xadiith al jassas numar nagu shaqay wazada fihi wuxuu ku sii waxa markii xadiiska aakhirkiisa ahad ka ku nabiga kaleeyhi salaam ka waramay huwa al masiih waxa aad aragteen waa masiih tutwa lahu al ardu dulka loo soo gaabiya fi 40 yawman bu ku soo maraya wajoogayaana illa ma kana min tayba magalada tayba umunagalaynin qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taybatul madina taybana wa madina ma min babin majra min abwabiha illa alayhim malakun malak batagan مسلتون قلك كساري سيفه سيفتيسا ملك محسمين يمنعه الدجال بؤديديا وبمكة مثل ذلك ملائك ساسو كلا أي الباب هذا مكوردن تاغن سيفتادو أي قلا ذهي الدجال دفاعي قال الهيثمي رواه أبو يعلى بإسنادين رجال وحدهم رجال صحيحين تا أخرج أحمد عن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة قال وحير شهدت يوما مال أيا وحيريا أجوغي خطبة سمرة ابن جندب سمرة ابن جندب فذكر في خطبته وحوك الشيغي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وحير ثعلبه فذكر سمرة وحوش حديث كسوف الشمس عد مذوبات كي حديث كذي حتى قال إلاء السمرة كويري فوافق تجل الشمس عد فيد كذي وحو كباقي جلوسه فرق نبغ فريستي في الركعة الثانية ركعة دي اللباد مركو نبغ قارية عدعادي عداتي قال الزهير وحير حسبته وحان أمر إن قال إنو السمر يري فسلم نبغ عليه السلام صلاة بكبحي فحمد الله وأثنى عليه ألكم هديي وشهد وحقري أنه عبد الله ورسوله نبغ عليه السلام السقع مركا وحي إسقري أنه عبد الله ورسوله ثم قال وحير النبي عليه السلام يا أيها الناس دد يهوني لعد عاد مركا مذبات ودم ببني آدم يا أيها الناس أنشدكم الله إلهي بانذن كداريي إن كنتم تعلمون هذا الأكتين أني قصرت عن شيء من تبليغ رسالة ربي عز وجل إن تبلغي يا رسالة إلهي جارسين تدي أنك جابي لما أخبرتموني ذلك إلا أخبرتموني ذلك وأين هذا إشيك تان إلهي بارد كل داري وحون تقصير هذا يوقتين إشيك
قالوا حير فقام رجال باكعي فقالوا حير هذين نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ينقرينا ونصحت هذا النصيحة لأمتك وقضيت الذي عليك حلكك سرنا وادقودتي. ثم قال نبو حير عليه السلام أما بعد فإن رجالا رق أيا يزعمون وحي شيئا أن كسوف هذه الشمس عد عيد مذو قيدو إيا وكسوف هذا القمر ضي أحمد وباتكم إيا وزوال هذه النجوم عن مطالعها حدقهن ميلك لكسو بحي ميل شوضي ميل أنهين وحاصورا وحيليهين لموت رجال عظماء من أهل الأرض رقواوين أو عظماءها لما شهدت بي العيد لما ذوباتي ديحين لما ذوباتي ديئيو ديئيو حدقه با وإنهم كذبوا بيننا ويشيغيان ولكنها علامات كاسي آيات ومعجزات من آيات الله آيات كإلهي كمدة ويختبر بها إلهي وحكو امتحام يا عباده أمدومه سا فينظر إلهي وحو إيغا يا من أحد يحدث له إلهي أزيادية منهم أدومه ستوبة توبة وقلك وحاس اللعان إلهي حيق أدومه سبالعيد سوى نقطة وإني والله لقد رأيت وحنرك منذ قمت انت صلاة كجر صلاة الكسوفكي خسوفكي أصلي لقد رأيت منذ قمت أصلي ما أنتم لاقوه من أمر دنياكم وآخرتكم الدونك واحد لكل ميسان أردن آخر واحد سيقو يردن بصلاة الله يذي اللي قلت سي وإنه والله لا تقوم ساعة مساعد مكع يسوع قيامه مرد عيو حتى يخرج إلى صبح الثلاثون كذابا صدم بين ليال آخرهم الأعور الدجال كأدن بي وصدن نكسا يشيغن إله نبي النبي نمو وحاودا بي الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى بالشبذح أم إشبذح أي عورين يهي كأنها عين أبي تحية ننكا أبو تحية اللي يراهدو إشي سؤوكلة سنن إلا أبو مركاها مركا ننكا سؤوكلة إشي سؤو ننكا سؤول اللي يهي أما ننكا أبو تحية اللي يراهدو إشي سؤو إشي سؤوكلة لشيخ أضيب أها حينئذ من الأنصار بينه وبين حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها نبي قهر فردي عليه السلام مركا ننكا نو إلا يهي سيدة أضيق أبو تحية أوكلة وإنه متى يخرج مركو صبحه أو قال وحير فإنه متى ما يخرج مركو دجال صبحه فإنه يزعم وحوشا أنه الله إنه إلهي يهي فمن أحدك آمن به الرمي الدجال وصدقه واتبع الراع واتبعه الراع لم ينفعه صالح عمل صالح ما أنفعه ومن عمله سلف عمل كيسي هرئ وح أنفع يا مجر عمل كيسي وبري ومن أحد كفر به كقالوبة وكذبه أو بينيا لم يعاقب بشيء من عمله سلف حمان تيسي أردن وحلق عقاب مجر الدن بقي سلاه ودافي وإنه سوف يظهر دجال صبح دون أو قال حير يظهر على الأرض كلها للك أردن بمر دون إلا الحرم مكي مدينة مويين إيا وبيت المقدس ملك بيت المقدس أسقو حرم ماء حرم كوا اللبضعون وحرم مكة إيا مدينة ملك ذلك قربة وحير هذين مثلا وثالث الحرمين الشريفين بكت المامن بيت المقدس ملك بيت المقدس أسقو ده حرم ماء سيدا مكة أكل إيا مدينة أكل لكن وقوري عند فضل النبي عليه السلام صلاة ديساكو الشيقي وإنه يحسر المؤمنين في بيت المقدس أيو كحسار دونا عنقبتين كسرق دونا فيزلزلون زلزالا شديدا فيزلزلون والروح دونا مؤمنين تا زلزالا شديدا أحوال بنا الروح دونا ثم كدبنا يهلكه الله تبارك وتعالى إلهي وهلاقي الدجال حتى إن جذم الحائط جدار كسل كيسو يا أساس كيسو
أو قال أصل الحائط أما حائطك والدير كهوستيس أو قال حسن الأشيب ونن مقعي راوي أهاب وحير أو أصل شجرة أيا لي ينادي دواقي أو قال يري يقول حورا دونا يا مؤمن أو قال يا مسلم وحسن وشكر راوي هذا يهودي أو قال هذا كافر تعال فقتله قال وحير ولن يكون ذلك ابن نبير عليه السلام وحاسم الدعي كذلك سداء مدعي أنصو الشيقي حتى تروا إلى أداركت أمورا وحيال أمور يا أحوال يتفاقم أي وينان دون تشأنها شأن قدي أحوال شيدو في أنفسكم بكو وينان دون تا وحيال وين ونفتي نكو وينان دون إلى إدعان أحوال شاس سداء مدعي ويتساءلون وتتساءلون بينكم قال وتساءلون بينكم وحد اسويدين دونتان هل كان نبيكم صلى الله عليه وسلم والنبي جانو ذكر لكم من هذا ذكرا وحيالهم واوين ادعي نبي عليه السلام ميوسي الشيغي وحتى تزول احواشا سيدا ادع ميسى الى اي كزوشو كدقاقدو جبال بورو عن مراتبها ملها أيالين قال وحير ثم على إثر ذلك أحواش كذب أي القبض قيامه دعدونا قال وحير ثم شهد خطبة لسمرة ننكم بوحير مر لبعض ما أرك السحابي وقطبين هيا ذكر فيها هذا الحديث بون الشاقي ما قدم كلمة ولا أخرها عن موضعها الحديث كسيدو يهم بمركي لبعض نو الشيغي قال الهيثم رواه أحمد والبزار ببعضه وقال فيه فمن اعتصم بالله أحواشا سمركي لعضو فمن أحد كي اعتصم بالله إلهي قبصد عسكد وفقال يرهد ربي الله أنه إلهي أي ربي قيقي أهم حي ويا ربي لا يموت فلا عذاب عليه ومن احد كي قال ير هذا انت ربي دجال فقد فتن كوال فتنيي ورجال احمد رجال صحيح غير ثعلبه ابن عباد وثقه ابن حبان انتهى قال وحير اخرج احمد والطبراني عن ابي بكر قال وحير اكثر الناس في شان مسيلمه الكذاب نكي لاورنجر وركي سيبا فافي مركز سيدتك هذا الكسب بديين قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا انتنا نبي عليه السلام وركيس عدين فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا نبي كعي فقال وحير أما بعد ففي شان هذا الرجل ننكن أحواشيس الذي ننكس وقد أكثرتم فيه وركيس أحواشيس أطبريسين وإنه كذاب وبينالي مسيلمة وبينالي مركز الله مقدري مسيلمة الكذاب من 30 كذابا صد بينالي يلبو كمديهي يخرجون بين يدي الساعة قيامها كور صبح دونا وإنه ليس من بلد مجر مقالو إلا يبلغها وحاقار دونا رعب المسيح دجال عبسريسة قال الهيثمي رواه قال الهيثمي أحد أسانيد أحمد والطبراني رجاله رجال صحيح انت وأخرجه الحاكم عن أبي بكرة نحوه وزاد إلى المدينة على كل نقب مقال ذا المدينة الطريق استوى من أنقابها طرق ذا كم ذا هي ودوين كذا يومئذ ملكان باتاقن يذبان عنها مقال المدينة دفاعيان رعب المسيح أيك دفاعيان نينك المسلمة الكذاب اللي يرى هذا وحوك صباحي المقال يرى هذا يمامة يمامة نمانت وعاصمة السعودية الرياض هل كاسو كصباحي نجدها يمامة قبل نجدها عن شرق مركز سعودي وحوك صباحي عاصمة السعودية الرياض يمام مركز هلكس كوت هلا يمام دي بيري قدام عاصمة الاسلامية لكن وهلكن لقى السمية
مركا عليه السلام نبقى جماعات ويمد أيو مركا للسعودي وإسلامي نبقى عليه السلام مركا وفتقى قلدي سكا سعودي بل السعودي مركو النقضي أيو مركا إسبدلي مركا وحير أنا وحان ربا أن النبي بانا هاي نبي قنوا النبي مركا أن وحير قلدي ذا النبي وهاي نبي قنوا قريش من نبي ويهاي سأنسكو دينو مركا داد بدا مسوكا حيستي عيدا بدا مسوكا حيستي مقالا دي مديوني يمد إنو نبقى قابل عليه السلام وأرنتا كان دعيو مركا نبقى عليه السلام وحيكو يقول أول يروسا وهي لو طلبت مني هذا سكدا وحكا لأداد إيقو ترى هذا أشا إيديب ودى أشا إي أقلو نبقى عليه السلام وحيكو ما أعطيتك كمسين هيو وحي إلهي قرينا مدى في سد قدرك إلهي أنت مركو النبي عليه السلام وسكك كعي أحواشي سي مركا ننكي وو نقضي مركا نبي عليه السلام حنونكي سي باب اللاب مي مركا وقود انت عليه السلام قل كن نبي قود انت عليه السلام ومركا دي عالن كي تاكتي ويري انكاسين النبي بوها ان النبي من مركا اهي عيدا بدن وورس دي مركاس أفرتهم كن اوني وحكا بدن بدياري مركا أحواشي سي أبو بكر وحيالو وحكا باللاب مركا اهي وقتك أبو بكر يوم مركا أبو بكر عيدا بدن دياريي خالد أيا مركا عيدا كي لور ديبي يماما أيا لتك مركا دقال وين بعد دعي يعني مالين كاس دقال لغو هوبتي وحاكو دنت زيد بن الخطاب وحاكو رو دقال كاكو دنت أبو الدجانة وحاكو رو دقال كاكو دنت إن سالم مولى حذيفة صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم حالك وحاكو شهيدا مالين كن صحابي بعد دقال كاكو شهيدي marka wad qiyaasi karada de kun saxaabi meel ay ku dhinteen dagaalku intuu leeka inkastoo iyagana dad badan ay ka dhinteen oo dadka iyaga marka ka dhintay ree qoladiisan 24 kun oo nin baygana ka dhimatay laakiin dad dagaalku baaxadu lahaba dareemaysa halkii markay ilaahay ku jabiyay ninka dilayna wuxuu ahaa ninkan wahshi wahshi baa dilay marka wasiga wax sigbariga dambe oran jiray yani ninkii u khair badan dadkana waan dilay oo ahaa iyo xamza ninkii u shar badan waan dilay oo ayaha مسيلمة الكذاب مركا نكا نحواشي سوي داريد وبركا النبي عليه السلام وفات كيساس ما يحنون كيساس كان النبي الشاكتي ونكا طليحة ابن خلي ابن خويل ذي رايسنا النبي الشاكتي أبو الأسود هو النبي الشاكتي ناكا لا يونس الجحا النبي الشاكتي مركا أحوال إيا في التنبا صواب بعد مركا نكا وركي سوي دارا لكن خلاص ذي سوي انتاس قال رحمه الله تعالى أخرج أحمد والطبراني عن ابن حرملة وهو خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قال حين خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصم الرأس نبي عليه السلام أيا قد بديها سوغم مذي حيث أحدنيه من لدغة عقرب فالكن دبا علي لها ليرا هذو قنية أو قيد ونبي قنية ونبي مدح الله حنواني مركز مراك أحدني فقال النبي عليه السلام إنكم تقولون لا عدو عدو مجرو ساسا ليدي هنا من جزيرة العرب ودوان قبصني وإنكم لا تزالون تقاتلون جهاد كان ولقيب دائم نقن وكزولي مسائنا دط أن لدق لنتان عدوها حتى يأتي يأجوج ومأجوج قول أيضا مركا النبي السفي عليه السلام عراض الوجوه ودد وجب بلادن صغار الأعي عيون عندهم ويريريهين وعندير سهب الشعاف شعاف واتمه إيا ماذا حد هذا واتمه أيا اللون كود وحوية هاي سهب 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 يقول مركا وعدان إيا عسان اسكو جرا مركا شعاف كود إيا تمه هذا اللون كود وحوية عدان إيا اسكو جرا عسان ومن كل حد من طريق ميلكستو أو تور أهانا أم التاق أهانا ينسلون ويكسر دار دعيان كأن وجوههم وجياش ودو حد مودا المجان المطرقة المجان قاشان باد مودا وجهو دا ووجه سيدا أبالارن وعطانا دا سيدا زيروغينا سيدا سوكسيمن المجان المطرقة مطرقة حويان وقاشان لقليجي قال كنا دواين قاشان كي لسارو حركو أما قندي أما كيس دوش لغا قلقليو مركا مطرقة نبو حكو بدال كان قاشان كان قليسان يعني وجه قد هيل بدن باسارن مركا ووجه سيدا مستدير وها
sida gaashaankii oo kale ballaadhan hilib badanna uu saaran yahay. Marka saasuu nabigu ugu tilmaamay calayhi salaam almajaanu almutlaqa, gaashaan waxaad muddaysaa galaysan. قال الهيثم رجال ورجال الصحيح انت واخرج احمد والطبراني عن بقيرة امراة القعقاع قالت عتر اني لجالسة في صفة النساء محن فردي ويتري برحد اما دارتا دمرك فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يشير بيده اليسرى نبي عليه السلام قعنت بذيح ميل بكت المامي قال الحر يا أيها الناس إذا سمعتم بخسف ها هنا هل كأو إشارة يبرك مالك هذا مقشان خسف كالدعي للقين فقد حلت الساعة قيامه يعني أوقاري وقت جسي. قال الهيثمي وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال صحيح انتهى. قال عليه رحمة الله تعالى خطبته في ذم الغيبة حنت لباتضى إيلاذا هي قطبة النبي كجري عليه السلام. أخرج أبو يعلى عن البر قال الحر خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال نو قطبة دي حتى أسمع نبي قال حم قشي العواتق بكروينك في بيوت يقريها فردي أو قال الحر في خدورها خدور بمعنى غرف وبرجه هو روحه هيد عادة النبي عليه السلام والصحابة وقبل دمر هذا بكرابة هاي جورجا كما سو بحجرين بل جورجا ده حد يس قل كسي لهيد جورجا ده يس قل كسي لهيد مرك مال إن كان نن إلهي وقرا السين هاي يوم بالك كسو بحجرتي حتى أسمع العواتق مرك عواتق هي خدور لبضة وبكرون يعني مرك عواتق وأبكار في بيوتها هي خدور بس لمعناها بيوت هي خدور. فقال الحر يا معشر من آمن بلسانه يا معشر من يعني جماعة آمن بلسانه جماعات كسو أفكبار كيس إيمانك كساران يهي ولم يدخل الإيمان قلبه إيمانك نعون قلبك سجل تدك إيمان عربك كرمي يا إلهي قلبك إيمانك ونعون كجلين لا تغتاب المسلمين مسلمين تا إنها حمننا ولا تتبعوا عوراتهم ضعف قوض يعيب هذا هرع راعين وهبربارنا فإنه شأني من قفك يتبع رع راع دون دون أروري عورة أخي ولا لك عورة ديسة يتبع الله عورته إلهي بإسن رع راعي عورات كيسة ومن أحد كين يتبع الله عورته نكو إلهي الدبر دكتنا يفضحه إلهي وفضيحذين وقاوين ولو في جوف بيته قولي جيس بسوق دحفر يقفنا ونا لجوغن وبعدنا عيبتي سوق وصوب حيسا أيا فضيحذي الله جل وعلا. قال الهيثمي ورجاله ثقات واخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه الا ان في روايته لا تؤذوا المؤمنين مؤمنين تهدبنا ولا تتبعوها الراعنا عوراتهم عورات كوذا فانه من اتبع عوره اخيه المسلم قفك عوراتك مسلم كرع الراع عبتي سارك هتك الله ستره الهي ايا ستر جيس يا استراشيس قويه. قال الهيثمي ورجاله ثقات واخرجوها البيقي عن البراء نحوه كما في الكنز مرك قفكو هذا اركتو امتحاما ان ما اها ان اد امتحان كاس سارا مثلا اد اضيقونا كسيقا ضداها اي وحاوي يوم ان اد نفط هذا او عبسطو او ترى هذا اله يو ايرالي او ايرال انتو وات الهي لكن هذا أنت وحس موجودين هذا جو سحسن تاين هذا جو في عن تاين هذا جو الصواب كي كتاعن تاين هذا جو هذا جو هذا جو هذا جو إسناء أثرت كوف يقدو وحال غيابا إنه إلهي قف كان كرده وحوك كان كردي ولذلك ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله في الإحياء عابد بن إسرائيل يا وعاس بن إسرائيل لأنه وحوها شر يا خمر يا معصية لجوء جهي مركا عاصي بني إسرائيل أيوم مجا عاصو بلها سوق مركز
midna waxaa lagu yaqaanay caabidu bani Israa'iil, cibaado iyo zuhdi iyo acmaal buu lahaa. Maalin ayay iska soo horbaxeen, kii caasiga ahaa qalbigiisa waxaa ku soo dhacay warbal wax xaasad ku jirta oo sidaasoo saasaa tahay bal caabidka yar ka yar agdhowo salaan oo bal inuu Ilaahay kugu dambi dhaafo. Wuu ku weecday kii caabidka markuu arkay, de ninkii la yaqaanay ee sharki iyo balaayada lagu yaqaanay ayaa fantaharahu, yaani wuu la diriray oo idhaaf oo jinyan oo shaydaankii balaada aduu wax noocaasuu ku yiri uu yaraystay markaa dee uu yaraystay. Ilaahayna de waxba kama qarsano, fa awxa allahu ilaa muusa, ilaahayna muuse wuxuu ku yiri waxaad ku tirahdaa labadoodaba nin kasta oo maanta bilow, nin kasta oo maanta uun yaani camalkaaga bilow. Marka waxaa ka dhigan tahay kan caabidu bina Israa'iil ku magac bixiyey camalkiisii aaway waxba kama jiro, yaani maanta zero ka bilow, maanta kow ka bilow baa lagu leeyahay. Kan caasi bina Israa'iil ku magac bixiyeyna camalkiisii aaway, yaani waan dhaafay dembigaagi weeyaan, adiguna maanta un kow ka bilow. Marka taas waxaa keenay qofka bini aadamka ah oo la yaraysto dhibkiisu yahay ama ceebihiisa baad aragtadii, laakiin kan kale ceebihiisa ma kana arkay. Marka Ilaah wuxuu yiri labada waxaad ku tiraahdaan mid kasta maanta un bilow, yaani kana bilaa dembi baa tahay kan caasi bini Israa'iilow, kan caabid bini Israa'iil ku bixiyey, waadna wax alla wax ku yaalay ma jirto. Marka qofka muslimka ah waa in la iska ilaaliyo. Maanta waxa weeye dambiyada u badan waxay ka dhacaanina waa tan alghiba. قال الهيثم رجال وثقات واخرجه البيقيان برا نحوه كما في الكنز. خطبته صلى الله عليه وسلم في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اخرج ابن ماجه هي وابن حبان عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حتى دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم باي سو غلي فعرفت في وجهه نبي عليه الصلاه الله والسلام وجهه سو حان غرتي انه وحد انه وحجرو فعرفت في وجهه ان قد حضره شيء انه وحكو سو حاضر احوال فتوضا وويسيسي وما كلم احدا قال تعالى فلصقت بالحجره قلكي اما جداركي بان دغت ساري بيتري استمع ما يقول بل وحو النبي عليه الصلاه والسلام ان دغيستو قال تعالى فقعد على المنبر منبر كو فريستي فحمد الله واثنى عليه وقال حر يا ايها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف ونجدت كفرا وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا انت إذن إبرين فلا أجيب لكم أنا إذن أجيب ما يوم وتسألوني وحبادي ويديسين هيسانو فلا أعطيكم وتستنصروني نسر بادي ويديسين هيسانو فلا أنصركم فما زاد عليهن حتى نزل قطبت انتان بهيدبا كذا في الترغيب واخرجه احمد والبزار بالنحو كما في المجمع خطبته صلى الله عليه وسلم في التحذير من سيء الاخلاق اخلاق حمده نبي عليه السلام ديجتانكو كديغي قطبتادي اخرج الحاكم وصححه على شرط مسلم واللفظ له ابو داوود مختصرا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حين خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اياكم والظلم والظلم جايسك الاليا فان الظلم ظلمات يوم القيامه ظلم جاي غردرد اي حد غدبك وظلمات واياكم والفحش حمانتنا اسك الاليا اي والتفحش حمان اسك دوندونك اسك الاليا واياكم والشح بخلنا اسك الاليا بخيلنمدك فانما هلك وحا اخر هلاقي من كان قبلكم كوي إذن كهرية بشحي فإنما هلك من كان قبلكم كوي إذن كهرية وحا هلاقيون آخر بشحي بكو هلاقسي من بخلي أمرهم بخيل نمتك وحاي فرتي بالقطيعة إن الرحيم كقويين وحبسينين فقطعوا ويقويين وأمرهم بخلي وحو أمري بالبخل وأمرهم بالبخلي إن يعني بخيل نمتك بخيل نمسي أفيا سيفري فبخلوا وأمرهم بالفجور إن حمان لي مدين أيوب بخلق فري قال ففجروا فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك وأن الدرجوينك لقلوم درجاتك أغو أدك إن
مسلمين تعرب كاجا يقعنت هذا يكن بدقلان ومن كمال الإسلام. قال ذلك الرجل باير أو غيره يا رسول الله أي الهجرة أفضل هجر لهجرة تبا قفض بدن. قال وحير أن تهجرين أذكر هجرة ما كره ربك ربك وحنا عي إن أذكر هجرة أي وحير هجرنا أقفي عن. والهجرة هجرتان أي أيوة النبي عليه السلام هجرة والله بقى يبود هجرة الحاضر كنجي الرمجال كه بحتان كيسة هي هجرة ديسة هي وهجرة البادي نكر البادي هجرة ديسة. فهجرة البادي ما هيكو حرام تام كر البادي هجرة ديسة بحتان كيسو أن يجيب إنه كي ولا إذا دعي مركي الله يرى ويطيع إنه أطيع إذا أمر إن تسق وحبرك كما يلبى. وهجرة الحاضر لكن إنك مجال كه الرمجال كه بحتان كيسي هجرة ديسو أعظمها بلية تاسا امتحان كيدو أوينيه وأعظم وأفضلها أجرا ويوي علوستا هذي ننكي ريمقال كهدي وحابدا تعلقات كيسا مركا إنو دقاقو ويكو أدك تاي انت ريباديها يوغسال انتاي. كذا في ترغيب وأخرج الطبراني عن الهرماس ابن زياد مختصرا كما في ترغيب وزاد في أولي وإياكم والخيانة خيانة ذي إسكائلالية فإنها خيانة بئسة البطانة. بئسة البطانة معنى ذو محن سوى دافني يا حدري أخلاق ذي دافن وحكو لعن ربحا وحكو لعن بطانة معنى توحل قرصدو توحل أقوح ويين. ولذلك ننك مضح ذا عددك الله تلي محل غير هذا بطانة يا بطانة وضدك كسر قرصنها يدي وكور قرصنها يا بطانة ليه هذا مرك. فإنها بئسة البطانة وحل قرصدو خيانة أقوحن. قال رحمه الله تعالى خطباته في التحذير من الكبائر دنبية ووين نبي عليه السلام ديجتان كي وكدق قطبة ديوين. أخرج أحمد والترمذي وقال غريب والبغي وابن قانع وابن نعيم عن أيمن بن خريم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال يا أيها الناس دذوا عدلت شهادة الزور مخراتي بين عليه بيري وحال السمي بالشرك بالله قال مو. قالها ثلاثا ثم قرأ فاجتنبوا الرجس أريد حمان كدير هذا حمان توصل من الأوثان السنم كأها هذا نيلا محير واجتنبوا قول الزور مخراتي بين على هذا كدير هذا مرك كفرجي يا مخراتي يا قول الزور كبال السمي. وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك قال في خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الربا أي النبي الشجع عليه السلام الربا ذا أحواش هذه وعظم شأنها ورك هذه النبي ووين الربا ذا. وقال وحيري إن الدرهم هل درهم أو يصيبه الرجل نك أو أصيبه من الربا هل درهم هل فرن أو ربأها أعظم عند الله في الخطيئة إلهي أكتس وحو كدم بوينيهي من 36 زنية يزنيها الرجل لح إيا صد جر أوقفك الزنيستو وحاكا درم بويري هل درهم أو ربا والتليفون كان أجحد دي. قال في 36 زنية يزنيها الرجل مركا النبي عليه السلام هذا الكل سير راعي محير وإن أرب الربا ربته أقويني عرض الرجل المسلم وقف مسلم أها شرفتي سؤود ميالك قد عضو مركا ولغي أبا زينة ديني إن لو انتهي وحوين كلتها لكن قف مسلم أها عرض ديني سينة ميالك قد عضو وحوين يدو ما عرض قوام حي وقف كمتنا أضي ريستو عرض ديني سينة مركا ميالك قد عضي أما قف كي بعد إسكو ويني سوي دنا دعو كفي عن تاي بعد يرعى اعتقاد سنتاي عرضي جيس دنا ملك قد دعدي أما قف كي بعد عايدي عرضي جيس دنا ملك قد دعدي أما واد قذفتي مثلا وحونا سمينين أما أنا أرنين أما وحد بري بكي هبت كت وين توت كشة بعد سير عرضي جيس دنا ملك قد دعدي مرك عرضي جيس مسلم ملك قد دعاي ويكو انتهاي لحية صوت نجار وقف كوزيني استو نعم ها طبعا هذا وعرضي جيسونا.
وأخرجنا أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري قال وحين خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا أيها الناس اتقوا الشرك شركك كبقى فإنه أخفى من دبيب النمل شمين قران جدا ير سعود كذا أسقى كقرسون فقال من شاء أن يقول نبا وحير وكيف نتقيه سن شركك كبقنا وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله قال وحير يقولوا اللهم إنا نعوذ بك إله وحان كان مغنقل لي أن نشرك بك إن أنكو شريك يلو ونحن نعلم أنكو كوك أما الشرك ينوي أنكو كوك إن أنكو شريك يلو إله وكان مغنقل لي ونستغفرك إله وتستغفر بنك ويدي سني لما شرك إلا نعلمه أن أغن كذا في الكنز قال رحمه الله تعالى خطباته في الشكر إلهي الله مهنق خطبات كيسي أخرج عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه أعواد على هذه الأعواد منبر كبو النبي كدر يري أو على هذا المنبر من لم يشكر القليل وحيرقف في كل شكري وايو لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس ضدك وانا قود قفك قرن وايا امها النقي وايا لم يشكر الله عز وجل والتحدث بنعمة الله نعمة الله إن أتكشي كيسو شكرا وشكري وتركها إن أتكتكتو شكرك إلهي شك شك يدنا كفر وقرن والجماعة رحمة جماعاتك اجتماعية رحمة ونحريس والفرقة عذاب اختلاف كنا وعذاب قال وحيري فقال أبو أمامة الباهلي أبو أمامة الباهلي وحيري عليكم بالسواد الأعظم عليكم وحال لازم تام بالسواد الأعظم ضدك سوء بدنيه أما الرأي قال لوب بدنيه إسكاد دب السعودة يونا أدقى كرب قمانان لكن سيدا لوب بدنيه دب السعود بكلية ودرس خلاف كساسي كدرتين قال وحيري فقال رجل ما السواد الأعظم فنادى أبو أمامة هذه الآية التي في سورة النور فإن تولوا هذيتك يعني حقك جسدان فإنما عليهم ما حمل وعليكم ما حملتم كل أيضا شيخ فسره هوستا أفر إن صير طالعة تنمر كحوك وضع قال الهيثمي ورجاله الثقات هذه كما يقولون إن رأي رأي قوي وقاعد رأي قوي صواب يفرقنا وهناك رأي ضعيف يجمعنا مركو حيليهين رأي باجرة مثلا اسك ضعيفها وحوين دؤون كل حجرين لكن اجتماعي دي بكجو تكاسل اسكو روافق سنيهي ايا كخير بدن رأي قوي صواب يفرقنا انك لقين هيا يعني قضاتك مثلا هذه وحي ضعيف كاها عند وحوين بسيئهين اي اجتماعيات كينيسو كاسا مركا قاما وكفي عن رأي دي صوابه قوي لكن دلوه كلا جبيو مركا تاس وحي دليل تهي قاعدة دا سنيدونا أرنتن سواد الأعظم الاجتماعي داس وآخرج ابن النجار عن أبي ذر قال وحيري سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقرأ هذه الآية اعملوا آل داود شكرا رئال داود شكري كردك ما الله إمادة وقليل من عبادي الشكور الدوما هيك وحي يربا يقول شكريا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوتي ثلاثا صدح نكي لسيو فقد أوتي مثل ما أوتي داود خشية الله في السر والعلانية ظاهر إيا باطن بهدي عبسدي لا يكون ديهان تاي والعدل عادل نمو في الغضب والرضا مركز عريسا تهي هي مركز رالي كتبين العدالة دكتين والقصد نحدحات في الفقر والغنى كذا قال أبو يري كذا في الكنز قال عريمان تلا خطبته في خير العيش قال حير أخرج العسكري عن علي رضي الله تعالى عنه قال حير خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا لا خير في العيش مجر إلا لمستمع قف أرضي أها أواع وحفهنسن
أنا ومستمع عشر كي ودقي سنة هي ونواعي يعني فاهم أو عالم ناطق أما نن عالم هو هذا ليا أيها الناس الضدو إنكم في زمان هدنة وقت واحد كجرتان صلحي صلحي يعني هشيس كده مرنا وصعدا مرنا وقاء مروح ويا ولو قدق ما مرنا ولا جبيا أدون كده ما مرك هدنة ذا كجرتان وإن السير بكم وإن السير نلشون بكم إذن كسريع الدقدق بدن ترى نلشون دويدين الدقدق إسا وقد رأيتم الليل والنهار بداركتين يبلياني يجي وبالي كرقية كل جديد ويقربان وحيسو دوين يهمينك مالك كل بعيد وحكستو أفق وياتياني بكل موعود بلنكستا همينك مالك ويقستو دوين هيا فأعد الجهاد دلال دياريا لبعد المضمار مضمار هو مسابقة يترتنك ما كترتن دار دلال الدياريا فقال المقداد بيريا النبي الله ما الهدنة قالوا حير بلاء وأحوال وانقطاع أحوال شهدنا قائسة فإذا التبس الأمور عليكم أرينتو هذا إساقكين إكاتو كقطع الليل المظلم سيدي همين كمدو إقود عركاء فعليكم بالقرآن اللازمة فإنه قرآنكم شافع وإرقي مشفع إرقدي سنة ومقبول وماحل وننكو الضوضي ومصدق وركي سنة لقاذن هي أول الرميسن هي ومن جعله أمامه قفك قرآن كيسكه الرئيسية قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه قاده إلى النار وهو قرآنك الدليل والدليل إلى خير سبيل طريق خير دليل كيسويا أما طريق أخر بدون مكتوسيا وهو الفصل قرآنك حق يباطلك كالسارة ليس بالهزل صفات ماء له ظهر قرآنك حوليها أحكام ظاهر الله أركي وبطن هي أحكام باطن أها ودي إيمانك يتقوى دي حقكها ليس فظاهره حكم ظاهر كيسو وأحكام وباطنه هنا علم وعلم عميق بحره قرآنك بديس قنتي ذو ويدارتها لا تحصى عجائبه قرآنك عجائب تيسلمك وبكري ولا يشبع منه كما درق قرآنك علماء وهو قرآنك حبل الله المتين ويوحرق إلهي أدكى وهو الصراط المستقيم ونجد توسن وهو الحق الذي وحق بيري الذي حق لا يعنى الجن جنك أين كدال إذ سمعتهم مركين مقلين أن قالوا إن يرهدين إنا سمعنا قرآن بام مقل عجبا يهدي إلى الرشد هنونكو إذنكو هنون هي فآمن به من قال به قفك قرآنك كهالا صدق الرنب الشيغي ومن عمل به أجر أجر بالغ السن ومن حكم به عدل عدالة بكردق من قفك حكمي ومن عمل به قفك عمل فنهدي إلى صراط مستقيم فيه قرآنك مصابيح الهدى هنونك نور كيسا كجرة ومنار الحكمة هي حكمة هي حكمة دا علن كذا أما علامة دا أما سمة دا ودال وحون قرآن كتوسيا على الحجة حجة برهان الدليل بكتوسيا كذا في الكنز حديث كان حكم كيسا وانصور دافني عد حسوسا أي حسوسا يا اكتبوا عليه ضعيف جدا لكن معنيه كس جرو أردن حديث كلا إيه آيات كلا كتوسيا معنه هو صح هو لفظي من السنة كيسا بلغ هذا يا ولا أدري أنت وقتك السعداء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.